أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: استشهاد مصور قناة بلقيس القادري يتصدر مواقع الأخبار اليمنية. ومن المشاهد نت: سجينات اليمني بلا محامين ولا عدالة. موقع فرنسي يتساءل: ظل إيران يحوم فوق القمة العربية في المملكة العربية السعودية. وأخيرا من القدس: رئيس الوزراء بن دغر يتحدث عن عام النصر. أهلا بكم، والبداية من خبر استشهاد الزميل عبد الله القادري الذي توفي إثر استهداف ميليشيا الحوثي يوم الجمعة قافلة صحفية كانت تغطي الأحداث في منطقة قانية بمحافظة البيضاء. وقال الموقع بوست إن مقتل القادري مصور قناة بلقيس الفضائية بقصف لميليشيات الحوثي أثار موجة غضب واسعة لدى اليمنيين. ونقل الموقع تصريحات عدد من العاملين في الإعلام، حيث قال مدير القناة أن القادري كان من أوائل المصورين الصحفيين الذين وقفوا بثبات ووثقوا كل انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي لأكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أن عدسته كانت الأقرب لنقل ما يدور في كافة الجبهات من شبوة إلى مارب وصولا إلى نهم والجوف والبيضاء. أما وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي فيقول أن الوسط الصحفي يودع زميلا من أنبل وأشجع الصحفيين، إذ كان منذ اللحظات الأولى التي طرق فيها الحوثي أبواب مارب مصدرا للمعلومة الصادقة والدقيقة، فيما وصفته الصحفية سامية الأغبري بأنه كان من أشجع وأنشط الصحفيين اليمنيين. موقع الصحوانت نشر العديد من التقارير حول استشهاد مصور قناة بلقيس عبد الله القادري، ومن بين التقارير التي نشرها الموقع: إعلامية إصلاح مارب تنعي الزميل القادري وتدين استهداف ميليشيات الحوثي للصحفيين، وعنوان آخر: قناة بلقيس تنعي مصورها أو القادري وتؤكد اعتزامها اتخاذ كافة إجراءات ملاحقة الجنى. وعن موقف نقابة الصحفيين يعنون الموقع: نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفيين وتؤكد أن جرائم الميليشيا لن تسقط بالتقادم. وعنوان: وثق جرائم الحوثيين فقتلوه بصاروخ، الحزن يخيم على الوسط الصحفي باستشهاد القادري. عاش ليس الأسد هدفا لما تتخذه واشنطن من تدابير عسكرية وتمارسه من ألاعيب نفسية منذ قصف الدوما ببراميل مليئة بغاز السارين، هكذا بدأ ميشيل كيلو مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه. لا يستهدف الحشد العسكري الغربي الضخم والمؤكد والاشتراك العربي في العمل العسكري المرجح بشار الأسد وحده، بل يستهدف التحالف الدولي الذي يتكون تحت أنظارنا بعد 7 أعوام من الانكفاء الغربي عن الصراع على سوريا، إعادة علاقات القوى وموازينها إلى حجمها الطبيعي، وإحداث انقلاب فيها داخل سوريا وخارجها، يطاول بالدرجة الأولى روسيا وتحالفها مع إيران الذي يجب وضع حدود له بعد أن ترك ينفرد بواحدة من أخطر أزمات العالم. ويبدو أن الوقت حان لتكبيل يديه لأسباب منها تحالفه مع إيران وتطلعه إلى استعادة ما كان للسوفييت من مواقع ونفوذ في منطقة العرب حاسمة الأهمية استراتيجياً، وهو محظور. أعلن الأمريكيون عام 1992 أنهم سيكرسونه في سيناريو عمموه ضم 7 نقاط. يقول أحد بنوده: إن عودة روسيا إلى ما كان للاتحاد السوفيتي من مناطق ونفوذ ممنوعة، ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة فكيف إن كانت العودة تتم منذ 2 ونصف بالتحالف مع إيران الدولة المارقة التي شحنت العالم العربي بفيض من المذهبية والطائفية منذ انتصار ملالي طهران عام 1979، وعملت لتفكيك مجتمعاتها وللسيطرة عليها من الداخل بقوة فئات تابعة لها، نظمتها ودربتها وسلحتها ومولتها وكلفتها باحتلال مجتمعاتها من الداخل بالنيابة عن حرسها الثوري. في
في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يبدو الحديث عن أوضاع السجون والمعتقلات السرية مليئا بالكثير من القصص الإنسانية الحزينة، وخاصة عندما يكون السجين أو المعتقل امرأة. وحول هذا يعنون موقع المشاهد نت: السجينات في سجون جماعة الحوثي معاناة وقصص محزنة. يقول الموقع مستندا إلى تقارير حقوقية أن هناك أكثر من 5519 سجينا وسجينة يقبعون في السجن المركزي بصنعاء، وعدد من السجون والمعتقلات التابعة لوزارة الداخلية بصنعاء وسجون سرية أخرى للنساء تتبع مباشرة المكتب السياسي لجماعة الحوثي. أفاد الموقع: إضافة إلى التعذيب والترهيب، تفتقر سجون النساء التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي للخدمات الأساسية كالتغذية والرعاية الصحية والاجتماعية. ويرجع العضو السابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المحامي عبد الرحمن برمان أسباب الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات في صنعاء إلى عوامل عدة، أبرزها القبضة الحديدية التي تمارسها جماعة الحوثي على السجون والأجهزة الأمنية، إضافة إلى غياب الحماية القانونية والقضائية للسجينة. ويقول برمان في حديث للمشاهد: في الفترة السابقة، أي فترة ما قبل سيطرة جماعة الحوثي، كانت هناك منظمات حقوقية تبادر في إيجاد الحلول لمشكلات السجينات، وكان هناك محامون يمارسون عملهم بحرية مقبولة. أما فترة ما بعد الانقلاب فقد غاب عمل مثل هذه المنظمات الحقوقية، وغاب الصوت الحقوقي، والناس لم يعودوا يلتفتون لمثل هكذا قضايا. حضرت كل مشكلات الحرب والانتهاكات ونسيت المرأة السجينة. عاش شاهدا ومات شهيدا، تحت هذا العنوان كتب عامر السعيدي مقاله المنشور في بلقيس عن استشهاد مصور قناة بلقيس في مارب الزميل عبد الله القادري، وقال فيه: يا له من رحيل مرير، رحيل أكبر من كلمات الوداع ومن الرثاء ومن القصائد الجنائزية وموسيقى التائبين. نم بسلام أيها البطل، فأنت لم تكن صحفيا وحسب، لقد كنت مأرب كلها واليمن. كنت سبائيا يحمل حضارة 5000 سنة في قلبه، ويحمل في وجهه ملامح ملوك سبأ التي حفظتها لنا النقوش والتماثيل الذهب المرصعة بالعقيق اليماني والمجد الأثيل. كنت الصحفي الأكثر شجاعة على الإطلاق، وكنا نبحث عنك كلما تضاربت الأخبار، لأنك وحدك من تغامر بروحك لنقل الحقيقة والحق. خسارتنا اليوم مهولة، لأنك يا صاحبي لست مجرد كاميرا حديثة ولا تقرير صحفي على قناة بلقيس ولا ملهما للزملاء والرفاق في مركز سبأ الإعلامي، لأنك نحن وقضيتنا، لأنك كلمة صادقة وموقف نبيل ومضياف أصيل ووطني مخلص. لمن ننعيك اليوم يا عبد الله القادري، ونحن جميعا مفجوعون بك ومكسورون عليك. من سيشفق علينا مثلك ويبحث لنا عن سكن لكي نوفر لأهلنا ما تأخذه الفنادق منا كما تقول لنا دائما؟ لم نقل لك يا عبد الله أنني وخليل الطويل الذي ذهب معك وعاد وحيدا ما زلنا في الفندق. لقد خذلناك ولم نذهب للشقة التي وفرتها لنا، وبقيت تسألنا كل يوم هل ذهبنا إليها أو لا. يركز موقع ارفع صوتك على واحدة من المآسي التي تحدثها الحرب، وعنون الموقع في صفحته الرئيسية: مخطوطات اليمن ضحية أخرى للحرب. لا يخفي أحمد الغزي، وهو باحث ومؤرخ يمني، خشيته من تعرض مئات المخطوطات النادرة التي تزخر بها مكتبته الخاصة للتلف مع استمرار تصاعد النزاع الدام في البلاد. وتحتوي مكتبة الغزي في مدينة زبيد التاريخية جنوبية محافظة الحديدة غربي اليمن نحو 500 عنوان لمخطوطات يمنية نادرة في مختلف أنواع العلوم التاريخية والأدبية والعلمية والرياضية
يعود بعضها إلى 700 عام. يقول أحمد الغزي لموقع ارفع صوتك: وجدت بعض المخطوطات قد تآكلت بسبب الرطوبة والحرارة، وبمجرد أن تمسك بها تبدأ بالتقصف، والمؤسف أننا نفتقر إلى جهاز خاص لترميم المخطوطات. وأشار الغزي إلى أنه اضطر منذ نحو عامين إلى إغلاق مكتبته أمام الباحثين، معربا عن شعوره بالقهر كلما شاهد مخطوطاته مكدسة داخل حقائب حديدية في المنزل. يتابع الموقع: تزخر المكتبات العامة والخاصة في اليمن بأكثر من 1,000,000 مخطوطة يعود أقدمها إلى ما قبل القرن 13 قبل الميلاد. وتحتوي دار المخطوطات في العاصمة صنعاء على أكبر عدد من المخطوطات اليمنية، لكن على ما يبدو فإن هناك سخطا واضحا لدى موظفي دار المخطوطات بسبب عجز سلطات الأطراف المتحاربة على دفع مرتباتهم للعام الثاني على التوالي. سنعود لمتابعة أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في جولتنا الخاصة بين عناوين المواقع والصحف الفرنسية. نطالع في صحيفة ليبراسيون الفرنسية العنوان التالي: ظل إيران يحوم فوق القمة العربية في المملكة العربية السعودية. قالت الصحيفة: سيقوم رؤساء الدول العربية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بشأن الصراعات في سوريا واليمن، وكذلك حول مستقبل القدس، لكن على الرياض أن تستفيد من هذه القمة السنوية لتعبئة شركائها ضد إيران أكبر منافس لها في الشرق الأوسط. ويقول كريم بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس: سيضغط السعوديون من أجل مواقف أكثر حزما ضد إيران، وليس بالضرورة حول القضية النووية، ولكن على النفوذ الإيراني في البلدان العربية وخاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن. تتابع صحيفة الشرق الأوسط عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعنونت الصحيفة: بن دغر يستهل عودته إلى عدن بتفقد مشاريع خدمية. قالت الصحيفة أن الحكومة باشرت عقب عودة رئيسها أحمد عبيد بن دغر نشاطها بتفقد منظومة الكهرباء وسط تفاؤل في الشارع اليمني بأن تشكل عودتها استكمالا لجهودها في تثبيت الأمن والاستقرار ومواصلة حل المشكلات الخدمية وإعادة بناء الهيكل المؤسسي للدولة. وعد مواطنون في عدن تحدثوا إلى الشرق الأوسط عودة بن دغر ووزرائه إلى العاصمة المؤقتة دليلا على حرص دول التحالف بقيادة السعودية على إنجاح خطط الحكومة الشرعية في إدارة المناطق المحررة وتوفير جميع سبل الدعم لها. وأشاروا في حديثهم إلى أن عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ستشكل من وجهة نظرهم ضربة موجعة لكل القوى الداخلية والخارجية التي كانت تراهن على تمزيق صف الشرعية اليمنية وإضعافها وضرب علاقتها المتينة بالتحالف. صحيفة القدس العربي بدورها علقت حول عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وعنونت: رئيس الوزراء يعلن من عدن أن 2018 هو عام الانتصار، والأحزاب تعلن دعمها لأي جهود لوقف الحرب وإحلال السلام الدائم. قالت الصحيفة مستندة إلى تصريحات رئيس الوزراء: العام الجاري سيكون عام الانتصار الكبير لليمن بإنهاء الانقلاب الحوثي وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلاد. ويضيف أنه سيكون عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي ورفع المظالم والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا الوطنية ومنها القضية الجنوبية، وتحقيق حلم الشعب اليمني على امتداد الوطن بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة
الشرعية، مؤكدا على طي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية في التي سادت خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. رئيس المجلس القومي الإيراني ومؤلف كتاب رمية نرد واحدة الأمريكي تريتا بارسي كتب مقالا تحت عنوان لوم ترامب عندما تسرع إيران نحو القنبلة، قال في أجزاء منه نشر في الغد. أصبح الاتفاق النووي مع إيران معلقا على خيط رفيع، وقد تسبب تعيين جون بولتون المدافع المتحمس عن الحرب مع إيران مستشارا للأمن القومي الأمريكي بالاحتفال بين منتقدي الاتفاق الإيرانيين. وأدى الإعلان عن أن المحادثات النووية مع كوريا الشمالية ستعقد في الوقت نفسه الذي يتعين فيه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقرر ما إذا كان سيبقي على الاتفاق الإيراني أو يقتله، إلى المزيد من تعقيد الصورة. ومع ذلك ثمة القليلون في واشنطن ممن يدركون كيف أن مقامرة ترامب مع بيونغ يانغ قد تؤثر على حسابات طهران النووية. تقول الرواية السائدة إن ترامب سيكون أحمق إذا قام بقتل الصفقة الإيرانية المعروفة رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا كان يسعى حقاً للوصول إلى اتفاق مع الكوريين الشماليين. فإذا أظهر ترامب أنه لا يحترم الاتفاقيات التي تبرمها أمريكا، فلماذا ستعقد بيونغ يانغ صفقة معه؟ لكن ترامب دائماً ما كان أي شيء سوى أن يكون تقليدياً، ودائماً ما سار منطقه في الاتجاه المعاكس للمألوف، وسيكون بولتون سعيداً للغاية إذا تمكن من تنشيط أسوأ غرائز ترامب. ومن خلال قتل اتفاقية العمل الشاملة المشتركة، يعتقد ترامب أنه سوف يبعث برسالة إلى الكوريين الشماليين، والتي تفيد بأنه يجب أن لا يكون لديهم أدنى شك في أنه مستعد للتخلي عن المحادثات إذا لم يحصل على ما يريد. فبعد كل شيء سيكون التخلي عن مفاوضات جارية أسهل بكثير من قتل صفقة قائمة. قد يعرف ترامب عن الصخب والوعيد، لكنه لا يعرف عن الدبلوماسية. وقد ينفع المتعاقدون من الباطن من ذوي الإمكانات القوية في سوق العقارات في مانهاتن، لكن ذلك لن يعمل في مجال الدبلوماسية الدولية. ولا تتصرف الدول ذات السيادة مثل المهندسين المعماريين والكهربائيين الذين يعملون من الباطل. صحيفة الغارديان تناولت موضوع الحرب في سوريا في مقال للصحفي جوناثان فريدلاند بعنوان لا خيار جيد في سوريا، لكن هناك طريقة لمعاقبة الأسد، قال فيه إننا عالقون بين صخرة صماء وهي الرئيس الأمريكي المتهور دونالد ترامب وزاوية صعبة تشكلها قسوة نظام بشار الأسد، وهذان هما الخياران المتاحان حاليا للمواطنين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويؤكد أنه طبقا لشهادة المدير السابق للاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فإن ترامب رجل كاذب ويفتقر إلى التعاطف ويتسم بالنرجسية وعديم الإحساس بتبعات الحروب، وهي صفات لا يجب أن تكون موجودة في شخص يقود الحرب في سوريا بحكم الأمر الواقع. ويقول أن من يقف في وجه أي عملية عسكرية في سوريا لن يكون الأسد فقط، ولكن أيضا القدرات العسكرية لقوة نووية كبرى، وهو ما يعقد هذه العمليات لأنها يجب أن تتم بحيث لا تؤدي إلى مواجهة عسكرية مع روسيا التي لديها قوات منتشرة في عدة مواقع داخل الأراضي السورية. ويضيف أن إسناد عملية معقدة ودقيقة مثل هذه العملية المزمعة لشخص متهور وغير جدير بالثقة مثل ترامب يعد تهورا وجريمة حد ذاته. عن عصر الحكمة نتحدث تحت هذا العنوان. كتب الباحث الجزائري نور الدين ثينو مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا نشدان الخلاص والتطلع إلى السلم والأمن ملاذ سلكه جميع الشعوب التي خاضت الحروب والمعارك وأصيبت بالكوارث والويلات، فالتفكير في النجاة هو من وحي البحث عن الحكمة المخلصة لعصر المعاناة والمآسي. ومنذ العصر اليوناني القديم الذي أسس الفلسفة والعقل وفكرة السلام والسعادة وشيد سلما أخلاقيا كاملا والإنسانية ترنو إلى عصر الحكمة،
لكن ضعف البشر وتسلطهم ونزعتهم الشهوانية والبهيمية هي التي حالت في النهاية دون الاقتراب من عصر الحكمة. الفلسفة عند الفلاسفة اليونان تعني البحث عن الحكمة، وأن البحث عنها لا يمكن ادعاء امتلاكها، بل فقط حب الطريق الذي يفضي إليها، ويصبح الحكماء هم مدبرو شؤون البشر. وهذا ما لم يتم منذ ذلك الوقت إلى اليوم. لحظة ضرورة الوقوف على حكم الحكماء ليس للاستئناس برأيهم، بل من أجل تدبير الشأن العام على ما صرنا نعرفه بالحكم الرشيد. الإنسان الكامل هو ما يناسب عصر الحكمة على ما يحلم به الكتاب والمفكرون والمبدعون. إنسان يحفظ توازنه ويتجاوب مع كافة جوانبه البدنية والروحية، ينشد الكمال في مشواره ومشروعه الذي يندرج ضمن المبدأ الأبدي، يحفظ له الاستمرار لأنه قدم ما يفيد الإنسانية. الإنسان الكامل كما يمكن تصوره هو ذلك الإنسان القادر على الإبداع والخلق والاكتشاف، يجمع لغة السماء بلغة الأرض، يندرج في التاريخ وينشد الخروج من زمن الأسر النسبي إلى زمن الرحب الأبدي. يعمل نحو 5% من سكان سريلانكا في إنتاج الشاي الذي يحقق أرباحاً بمليارات الدولارات، فضلاً عن قطف أوراق الشاي على المنحدرات الجبلية وتصنيعه في مصانع داخل المزارع. جولتنا المصورة من مناطق الشاي التي يتناوله العالم كل يوم، وقد التقط الصور مصور البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.